مباشرة من مدينة هانغزو الصينية لنهائيات النتيجة 6-2. وانغ هاو المصنف رابع عالمي. ونقطة الشوط بنتيجة 11 نقطة. اللاعب وانغ هاو يلعب بالطريقة المعتادة، الطريقة المشهورة الصينية، مسكة القلم، يلعب بيده اليمين. اللاعب تشوانغ يلعب والثالثة. لاحظ في ضربة اللوب الطاولة. لوب بقهن بالطريقة التكنيكية الجديدة. وتبادل لاعب تشوانغ اخيرا يحصل على هذه النقطة. وسط الطاولة ولكن مرتبك قليلا. جميل، لاحظ توب سبين بالتكنيك الجديد. لاحظ اسبن فورهاند وتغيير اتجاه. الحادية عشرة. لصالح وانغ هاو. اللاعب وانغ هاو من مواليد 1983. يلعب هذا اللاعب كمحترف في احد الاندية الصينية. اما اللاعب بداية الشوط الثالث، وانغ هاو على الارسال. لاحظ بتوب سبين بعد توب سبين باك هاند. لاحظ هذا اللاعب تشوانغ يعرف كيف يرد مثل هذه الارسالات. لتصبح النتيجة 3-2 جدا. لاحظ اللوب فورهاند بعيد عن اللاعب.
وانغ هاو على الارسال. لثلاث. على الساعة 6-10. واستقبال جيد جيد وجميل من لاحظ هذا هذا التكنيك جديد وحديث قبل أقل من سنتين وهو الذي بدأه هذا اللاعب تشوانغ هو الذي بدأ طريقة التوب سبين من فوق الطاولة في صد الإرسال. لاحظ لاحظ كرة دوران جميل وصعب على الخصم. النتيجة شوطين لوانغ هاو مقابل شوط لتشوانغ. واثنان وسبعون تشوانغ على الإرسال. وانغ هاو على الارسال. سالاتها مختلفة. لاحظ توب سبين باك هاند و في هذا التبادل. لاحظ لاحظ لوب باك هاند من بعد لتشوانغ. لاحظ الطريقة التكنيك الجديد الذي عملوه الصينيين قبل والفارق بعيد. بعيدا قليلا عن وانغ هاو الطاولة. الكرة إلى الخارج وشوط وانغ هاو بنتيجة لتصبح النتيجة 3 أشواط لصالح وانغ هاو مقابل شوط واحد إلى تشوانغ. لاحظ التكنيك والقوة البدنية لوانغ هاو ساعدته في حفظ النقاط والأشواط. هذه المباريات ضمن شبه نهائي الجائزة الكبرى المقامة في مدينة بداية الشوط الخامس. جهة البعيدة عن تشوانغ. لاحظ لاحظ المضرب وتذهب إلى الخارج بعد تصبح النتيجة 1-4. عدم التهور. صعبة جدا. لا يستطيع أن يرد هذه الكرة تشوانغ.
ويقلل من الارتباك و لديه خبرة طويلة وليس لاعب صغير. تشوانغ على الإرسال 7-7. مهمتين جدا نهاية المباراة لتشوانغ. ويحصل على الشوط الخامس وانغ هاو لتصبح النتيجة 8-8 والإرسال عند اللاعب وانغ هاو، ولكن لن يستغل الإرسال و يحصل اللاعب تشوانغ على هذا الشوط ليقترب بالأشواط مع اللاعب وانغ هاو. تشوانغ على الإرسال حصل على النقطة الثانية. ولكن لم يكن محظوظا في هذا التبادل اللي يستطيع أن يرد إرسالات وانغ هاو بصعوبة. وسط الشبكة هذه النقطة يخطئ 3-4. صعبة جدا. و حصوله على نصح من المدرب، كان لاعبا سابقا. لاحظ كرة قصيرة و فيها من المضرب. لاحظ الذي عملوه الصينيين في السنوات الأخيرة صعب جدا على اللاعبين، إنما لاعب يسار هو اللي يضرب الكرة. من كلا اللاعبين ثانية من المضرب. وفيها وانغ هاو، وفاز وانغ هاو في هذا السيمي فاينال ببطولة الجائزة الكبرى في مدينة هانغزو الصينية. لاحظ الكرة الأخيرة تشوانغ، يحصل وانغ هاو على هذا الشوط ويفوز في هذه المباراة ويتأهل إلى نهائي هذه البطولة. لاحظ عزيزي المشاهد هذا اللاعب الفنان وانغ هاو، أداء رائع هذا اليوم من وانغ هاو، ولم يكن اللاعب تشوانغ في مستواه المعهود لأنه يستطيع أن يجاري